وصلنا لكتاب الشهر. هذا الجزء من فقرتنا الشهرية اللي بنحرص من خلاله على تقديم اقتراح لكم مشاهدينا ومستمعينا لعنوان كتاب يستحق القراءة، ونقوم بإعطاء لمحة موجزة عن محتوى ذلك الكتاب. كتاب هذا الشهر مميز، فهي الرواية التي حصدت منذ أيام قليلة الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر في دورتها 14. دعونا نأخذ فكرة عن العمل الذي حاز على الجائزة بكل جدار. رواية دفاتر الوراق للكاتب جلال برجس، هذا الشخص الذي أصبح اسمه أشهر اسم أدبي في العالم العربي هذه الأيام بعد حصول روايته على الجائزة الأدبية المرموقة. هو شاعر وروائي أردني من مواليد عام 1970، يعمل في قطاع هندسة الطيران وعمل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين، وهو أيضاً معد ومقدم برنامج إذاعي، صدر له مجموعات شعرية وقصصية وروايات، وقد حصلت أعماله على جوائز كثير وتكريمات، والأهم إنها كسبت قاعدة كبيرة ومختلفة من القراء. تحويراً للسؤال المهم الذي أطلقته دفاتر الوراق، هل يمكن للبنية المعرفية لدى الإنسان أن تنقذه من كثير من المسارات السلبية التي يمكن لأي عنصر أو مجموعة من الأسباب حولنا في بيئاتنا وفي أزماننا أن تدفعه إليه؟ رواية دفاتر الوراق صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وعندما نتحدث مع الأشخاص اللي قرأوا هذه الرواية نجد إجماع شبه كلي على روعتها. رح نتحدث عن العوامل اللي جعلت منها عمل مميز، بس قبل كذا مشاهدين ومستمعين دعونا نتعرف على قصة الرواية وأبرز شخصياتها. دفاتر الوراق تتكئ على حكايات تروى من خلال عدد من الأحداث في إطار زمني بين عامي 1947 و2019 بين الأردن وموسكو. وبتحكي هذه الرواية قصة إبراهيم الوراق، رجل فقد كل شيء، الأم، الأب، الأخ، ويملك كشك لبيع الكتب في وسط عمان. لذلك هو عاشق للقراءة ولعوالم الكتب، ومن ثم يفقد الكشك إثر تلاعب البلدية مع أحد الفاسدين من رجال الأعمال اللي بيزيل مجموعة من الأكشاك القديمة ليقيم على أنقاضها محلات تجارية. فيجد إبراهيم نفسه وحيد بلا مصدر رزق لتتبدل حياته، وبعدها يتضح أننا أمام شخص مصاب بالفصام، ويستدعي إبراهيم أبطال الروايات اللي كان بيحبها ليتخفى وراء أقنعتهم، وهو ينفذ سلسلة من عمليات السطو والسرقة والقتل ويحاول الانتحار، كل هذا قبل أن يلتقي بالمرأة التي تغير مصيره. في هذه الرواية مشاهدينا ومستمعينا يأخذنا جلال في رحلة غاية في الروعة، وبلغة جميلة جدا عن طريق استخدام تقنية الأصوات المتعددة في الرواية، تاركا للشخصيات الحرية في التحدث عن ذاتها بصوتها. بيحكي عدة قصص تعتقد في البداية أنها منفصلة، لكنك راح تكتشف أن كل كلمة وكل مشهد له غرض، بيشكل بذلك صورة مكتملة ومترابطة عن فكرة هذه الرواية. ما ميز هذا العمل وخلاه قريب من القارئ هو التطرق لقضايا إنسانية عدة، منها معاناة المثقف، الصراع الدائر بين سلطتي الثقافة والمال، حيث تربح كفة المال في هذا الصراع ويتم تهميش الثقافة وإقصائها. ثانياً، معاناة اللقطاء في الملاجئ العامة، هذه النظرة المجتمعية الدونية لهم والمآسي اللي بيتعرضوا لها بسبب هذه النظرة. أما ثالثاً، الفساد والفقر، مؤسسات الدولة والمحسوبيات ودورها في نشر الفساد والفقر اللي بيعيشوا معظم الشعب. وإذا أمعنا النظر في مظاهر الفساد والمحسوبية والقهر الأمني ونشر الخوف في هذه الرواية، لوجدنا أن الحكاية التي جعل جلال برجس من عمان مسرحاً مكانياً لها تصلح لأن تروى بذات المفردات في الكثير من الدول العربية. وهذه بعض الاقتباسات من رواية دفاتر الوراق. في النهاية مشاهدينا ومستمعينا، رواية دفاتر الوراق
تذهلك بجمال الأسلوب واللغة الشاعرية التي كتبت بها. رواية لا مجال فيها للملل أبداً، هي واحدة من الروايات المهمة التي يجب أن تقرأ، وأهميتها لا تكمن في أنها حصلت على جائزة البوكر فحسب، بل في أنها رواية غنية بالمواضيع اللي رح ترضي شغف القارئ، فمن يحب الرواية الرومانسية، البوليسية، إلى الكتب اللي بتتناول السياسة والدين والمجتمع والدراما النفسية، جميعهم سيجدون مرادهم في هذه الرواية، زاخرة بالأحداث، غنية بالتفاصيل، مليئة بالرسائل والرموز، وكتبت بلغة سلسة فيها الكثير من التشويق والحس الأدبي الراقي. قصص وحيوات نسجها هذا الكاتب بحرفية عالية تجعلك حين تفرغ منها تشتاق أن تقرأها من جديد، وتسأل نفسك كيف رح تكون الرواية القادمة لجلال برجس، وما هي الفكرة المذهلة اللي تخلق في مخيلته الآن. في ختام فقرة الثقافة والفنون مشاهدينا ومستمعينا، ندعوكم أنتم لاختيار كتاب الشهر القادم بالتغريد في تويتر بعنوان الكتاب واستخدام هاشتاج أختار كتاب، وما تنسوا تحطوا أيضا هاشتاج البرنامج MBC in a week. هذا كان كل ما لدي، والآن عودة لك يا علي. شكرا تغريد، يعطيك العافية، بس رجع الكتاب أكيد. ها تبغى أهم شيء أزرق على مزاجك. أيوة تكلمنا على الكتاب باين على مجازي خلافه على مجازي.